بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الخامسة: أعضاء النطق وخواص الصوت. أهداف المحاضرة: تعريف الطالب بأعضاء النطق، إدراك الطالب الوظيفة اللغوية لأعضاء النطق، معرفة الطالب بخواص الصوت. عناصر المحاضرة: تعريف بأعضاء النطق، الوظيفة اللغوية للوترين الصوتيين، الوظيفة اللغوية لفتحة المزمار، أعضاء النطق وخواص الصوت، درجة الصوت، شدة الصوت، نوع الصوت. أعضاء النطق بين الثبات والحركة. أعضاء النطق: ليس للإنسان جهاز خاص بالنطق كغيره من الأجهزة الخاصة كالجهاز السمعي والجهاز البصري والجهاز العصبي والجهاز الهضمي، ولكن عملية النطق في الإنسان تحتاج إلى اشتراك كثير من الأجهزة والأعضاء، مما لها وظائف أساسية غير النطق. وهذه الأعضاء تمتد من الرئتين إلى الشفتين، ولكل واحد من هذه الأعضاء وظيفة أساسية غير النطق. لذا كان مصطلح أعضاء النطق فيه تجوز، لأنها ليست خاصة بتلك الوظيفة. وأعضاء النطق عند الإنسان هي الرئتان، الحجاب الحاجز، الحنجرة، الوتران الصوتيان، لسان المزمار، الحلق، اللسان، اللهاة، الحنك، اللثة، الأسنان، الشفتان، تجويف الفم وتجويف الأنف. أما وظيفة الوترين الصوتيين فإنه أهم عضو في جهاز النطق البشري، ويلتقي الوتران الصوتيان في الحنجرة تحت لسان المزمار وهم على شكل شفة. وطول كل من الوترين الصوتيين من 22 إلى 27 مليمتر، عند الرجال أطول وأغلظ. يتذبذبان في الكلام العادي من 100 إلى 200 دورة في الثانية عند الرجال، ومن 200 إلى 300 دورة في الثانية عند النساء، ومن 300 دورة إلى 400 دورة في الثانية عند الأطفال. وذبذبة الوترين في صوت النساء في الثانية أكثر منها في صوت الرجل، ولذلك فصوت المرأة صوت حاد ومرتفع الدرجة، وصوت الرجل صوت غليظ ومنخفض الدرجة، وصوت الأطفال الأكثر حدة وارتفاعا لكثرة ذبذبة الوترين معهم. أخفض الأصوات بلغ من 60 إلى 70 دورة في الثانية، وأكثر الأصوات ارتفاعا بلغ من 1200 إلى 1300 دورة في الثانية. ويتذبذبان أفقيا عندما نغلق المزمار ونفتحه، ويتذبذبان رأسيا عندما يضغط الهواء تحت المزمار. الوظيفة اللغوية لفتحة المزمار: المزمار هو الفراغ بين الوترين، وله غطاء يسمى لسان المزمار، وهو صمام الأمان يحمي التنفس عند عملية البلع. وفتحة المزمار تنقبض وتنبسط بنسب مختلفة مع الأصوات، مما يؤدي إلى اختلاف نسبة شدة الوترين الصوتيين واستعدادهما للاهتزاز، فكلما زاد توترهما زادت نسبة اهتزازهما في الثانية، فتختلف تبعا لذلك درجة الصوت. خواص الصوت: أولا درجة الصوت، وهي خاصية تميز بها الأذن الأصوات المختلفة في التردد، وتعتمد على المصدر، أي كون الصوت حادا أو غليظا، أو مدى عمق الصوت بين الحدة والغلظة. فبعض الأصوات غليظ كزئير الأسد ودق الطبول وأصوات الرجال، ومنها ما هو حاد كأصوات النساء. وتتوقف درجة الصوت على التردد، أي عدد الاهتزازات التي يحدثها مصدر الصوت في الثانية أو من الثانية الواحدة. فكلما زاد عدد الاهتزازات كلما كان الصوت أكثر حدة، وكلما قل عدد الاهتزازات في الثانية كان الصوت أكثر غلظة. ومعنى ما سبق أن درجة الصوت
تتوقف على عدد الذبذبات التي يصنعها الجسم في الثانية الواحدة، وهذا يسمى بالتردد لهذا المصدر. الترددات التي يسمعها الإنسان يقع ترددها بين 20 إلى 20,000 هيرتز، وتسمى الموجات السمعية. الترددات التي لا يسمعها الإنسان فوق السمعية ترددها أكبر من 20,000 هيرتز، تحت سمعية ترددها أقل من 20 هيرتز. شدة الصوت، أما عن شدة الصوت فهي مقدار الطاقة الصوتية التي تعبر وحدة المساحات العمودية على خط انتشارها خلال الثانية وتقاس بالديسيبل، أو هي مقدار الطاقة الصوتية التي تعبر وحدات المساحات العمودية على خط انتشارها خلال الثانية وتقاس بالديسيبل، وهي خاصية تمكن الأذن العادية من التمييز بين الأصوات من حيث القوة، من حيث القوة أو الضعف. فيقال عن الأصوات القوية شدتها مرتفعة، وعن الأصوات الضعيفة إن شدتها مخفضة. وبالإضافة إلى توقف شدة الصوت على القوة والضعف في مصدر الصوت، فإنها تتوقف أيضا على بعد السامع من مصدر الصوت وعلى كثافة الوسط الذي يمر فيه الصوت. فمن المعروف أن الصوت لا ينتقل في الفراغ، وإنما يحتاج إلى وسط مادي ينتقل من خلاله، وكثافة هذا الوسط لها دور في ضعف الصوت وقوته. ملاحظات: قوة صوت الرجل أكبر من قوة صوت المرأة. الصوت القوي غليظ ومنخفض التردد والدرجة، الصوت الضعيف حاد وعالي التردد والدرجة. العوامل التي تؤثر على شدة الصوت: المسافة، اتجاه الرياح، كثافة الوسط، مساحة السطح المهتز، سعة الاهتزاز. نوع الصوت هي الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات من حيث طبيعة مصدرها، حتى لو كانت متساوية في الشدة والدرجة. فيتحدى النوع الصوت من خلال النغمات المتفقة، النوع والشدة والدرجة، ولكنها تصدر من مصادر مختلفة. فلو أننا استمعنا شدتها ودرجتها ولكنها من مصادر مختلفة، مثل أصوات الطيور أو السباع أو الإنسان، فإن الأذن يمكن لها أن تفرق بين هذه الأصوات دون رؤيتها. فعندما تهتز مصادر الصوت المختلفة لا تعطي نغمتها الأساسية التي تعتمد على طبيعة المصدر المهتز فقط، بل تكون النغمة الأساسية مصحوبة بعدة نغمات تسمى بالنغمات التوافقية. النغمات التوافقية هي التي تؤدي إلى الاختلاف بين النغمات الأساسية المتماثلة في الدرجة أو التردد، وهي النغمات المصاحبة للنغمات الأساسية، والتي يرجع إليها اختلاف المصادر المختلفة للصوت والمتساوية في الدرجة والشدة. خواص النغمة التوافقية: أقل شدة من النغمة الأساسية، أعلى في التردد والدرجة من النغمة الأساسية، أكثر حدة من النغمة الأساسية. أعضاء النطق: مخارج الأصوات بين الثبات والحركة. وللنطق أعضاء تكون مبتدئة بما فوق الوترين الصوتيين مباشرة، ومنتهية بالشفتين، وتسمى مخارج الأصوات، ويمكن تقسيمها إلى قسمين كبيرين. أعضاء النطق الثابتة ويمثلها الفك العلوي بأقسامه، أعضاء النطق المتحركة ويمثلها الفك السفلي بأقسامه، والثابتة فيها هي التي ينسب إليها المخرج في الغالب، وتتكون من الأجزاء الآتية: الحلق، وقد قسم هو بدوره إلى 3 أقسام نظرا لاختلاف مخارج أصواته: أقصى الحلق، أوسطه، أدناه. اللهاء، وهي مدخل التجويف الفموي. الطبق، وهو الجزء اللين من الفك الأعلى. الغار، وهو الجزء الصلب من الفك الأعلى وفي وسطه. اللثة، وهي تلك الأجزاء المتعرجة المجاورة لأصول الأسنان، الأسنان العليا، الشفة العليا. أما الأجزاء المتحركة فأهمها اللسان، وهو أهم عضو فيها، والأسنان السفلى والشفة السفلى. أسماء الأسنان: الثنايا،
أربع في مقدم الفم، اثنتان فوقه، اثنتان فوق واثنتان تحت، رباعية بين الثنية والناب، ناب خلف الرباعية، الضواحك الأربع التي بين الأنياب والأضراس. الأسئلة انظر إليها ثم أجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.